مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. فقرة حوارية أخرى وأخيرة في حلقة الأهلي الليلة النهاردة، ولا تقل أهمية عن الفقرة الأولى. معنا نجم نجوم نادي الترسانة السابق ومدرب نادي الترسانة السابق ومسيرة كبيرة جدا سواء في الملاعب كلاعب أو كمدرب، كابتن شاكر عبد الفتاح. كابتن شاكر منورنا ومشرفنا. أهلا بك أستاذ أمير وبجميع مشاهدي قناة النادي الأهلي. طبعا أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. منورنا طبعا النهاردة في برنامج الأهلي الليلة في قناة النادي الأهلي بشكل عام. يعني شرف لينا وأفتخر يعني أن أنا بتواجد في قناة النادي الأهلي، وهي قناة مش النادي الأهلي فقط طبعا، هي قناة لكل الرياضيين في مصر. أكيد أكيد. فطبعا يعني أتشرف بوجودي معاكم، وإن شاء الله نكون ضيف خفيف على القناة وعلى السادة المشاهدين. أكيد طبعا إن شاء الله. يعني هنتكلم في العديد من الملفات على الساحة المصرية بشكل عام، لكن خلينا يعني نبتدي بنادي الترسانة. وأكيد وحش جمهور الكرة المصرية بشكل كبير جدا، غايب لفترات طويلة عن الدوري الممتاز. في نادي الترسانة دلوقتي، وإمتى نقدر أو إمتى إن شاء الله نشوف نادي الترسانة بيرجع تاني للدوري الممتاز؟ هو طبعا يعني أولا يعني يعز علينا طبعا إن نادي من الأندية الشعبية صاحب التاريخ الكبير، ثالث نادي حاصل على البطولات بعد الأهلي والزمالك، نادي ساهم بقدر كبير جدا على مدى العصور بلاعبين في المنتخبات طبعاً القومية، أسماء كانت كبيرة ورنانة. للأسف الشديد الترسانة داخل في السنة العشرة وهو في الممتاز به أو الدرجة الثانية. الممتاز به ده يعني مسمى تجميلي، لكن هي دي الدرجة الثانية التي لا تليق بنادي الترسانة. للأسف الشديد إن أي عمل بتحاول تحققه وتوصل للهدف لابد إن تكون عند المجموعة كلها أو المنظومة داخل النادي الرغبة والإرادة للوصول للهدف. بالظبط. للأسف الشديد الرغبة موجودة ككلام استهلاكي. استهلاكي. كلام استهلاكي وكلام عام. وإلا مش ممكن كنا نقعد 10 سنين في، يعني معنى كلام حضرتك ان مفيش رغبة قوية عند المسؤولين في نادي الترسانة او عند اللاعبين المتواجدين فترة حاليا ان هم يرجعوا للدوري الممتاز، وخصوصا بعد ان الموسم اللي فات هم كانوا قابوا قوسين او ادنى من الصعود للدوري الممتاز. ده الموسم اللي فات والموسم اللي قبله بالظبط كمان. ما انا بقول لحضرتك يعني الرغبة يعني الفكرة نمرة واحد ان في امر ضروري وهام ان الترسانة ترجع. بتبدا العمليه في مجلس اداره، في بيختار اجهزه لاعبين جماهير، كل ده متوفر، بس في ثغرات كتير بتبقى موجوده. زي ايه طيب؟ في المنظومات. زي ايه يعني مثلا بالتحديد عن نادي الترسانة؟ في مره من المرات كنا قاب قوسين او ادنى، كان سنه 2011 تمام بعد الهبوط بسنتين. لعبنا دورة كانت الترسانة وأسوان والمنصورة تمام، كسبنا المنصورة 3-0. وقبل الدورة دي ما تتم اتغيرت اللايحة بحيث أن المباراتين يختلفوا تماما عن بقية مكافآت المباريات السابقة. تمام. كسبنا المنصورة 3-0 في أول ماتش، مع احترامي طبعا لأسوان الشديد وتقديري ليهم، كانت أسوان هي تعتبر الثالث في التوقيت ده يعني. هنلعب أسوان الماتش اللي بعديه، التعادل يكفينا صعدنا. بس ده مرتبط بإيه؟ خلاص أنت في منظومة احتراف وعدت اللعيبة بمكافآت، ما اديتش المكافأة بتاعت ماتش المنصورة. اعتقدت ده كانت مسؤولية إدارية طبعا، اعتقدت إنك أنت كسبت الأقوى والأصعب فالأسهل اللي جاي، فخلاص ده الدرون أو التعادل بمعنى صح هيكفيني. ما اديتش اللعيبة المكافأة. ابتدت اللعيبة انشغلت بالقصة دي وما انشغلتش بالمباراة.
فده خطا اداري كبير طبعا. طبعا ده كان سبب من الاسباب. وخاصه ان في سنه 2005 كانت الترسانه هبطت، واول حاجه عملناها او اول حاجه عملها النادي كان برئاسه الاخ العزيز الكابتن حسن فريد. تمام. وهو برضو للمعلوميه زي ما بنقول هنا بنقول هنا. هو اللي كان في 2011 برضو الرئيس وكان مشرف على الكوره. ففي 2005 انا كنت بمرن خارج مصر. طلب مني ان انا اجي، كانت الترسانه نزلت. فجيت اول حاجه طبعا ابقيت على اللعيبه كلها اللي كانت موجوده. طبعا. لان كانوا بيلعبوا في الممتاز. واللي بيلعب في الممتاز مش ممكن اسيب اللعيبه تمشي واقول ادور اعمل فريق جديد، فرقه جديده. ودي من الاسباب الرئيسيه اللي موجوده حاليا دلوقتي. انك كل سنه تمشي لك 15 20 لعيب وتجيب 15 20 لعيب. كبيره دي طبعا. فانا ساعتها لما جيت اول حاجه فرقه تفضل زي ما هي. طبعا كانت فيها لعيبه واسماء طبعا كلهم كانوا بيلعبوا في الممتاز وحاسين بالممتاز يعني. وبالتالي لما هيجي يلعب في الدرجه الثانيه دي يعني هيبقى باسرع ما يمكن عايز يصعد تاني، وعنده الخبرات في الاسماء الكبيره. يعني انا اذكر من الفرقه دي ساعتها في التوقيت ده كان عندنا اسلام طاهر كان لاعب في الاسماعيلي، كان عندنا في الترسانه بيلعب ناحيه اليمين، كان محمود ابو الذهب. تمام. وكان عايز يمشي وانا لما جيت قلت لهم لا يقعد. كان محمود سمنه لاعب القناه برضو وبعدين بقى الترسانه. كان في محمود شاكر كان موجود طبعاً. كان في حسين شكري. كان في مؤمن عبد الغفار. كان في عدد من الاسامي الجيده يعني. مجموعه كبيره فقلنا لا. احمد سالم كان لاعب الاسماعيلي وكان عندنا في الترسانه كان في نص الملعب، علاوه على لاعبتنا برضو اللي ليهم اسمائهم ومنهم من لعب في النادي الاهلي زي محمود سمير طبعا لعب في النادي الاهلي كان عندنا فترات. سولومون اللي كان لاعب الاسماعيلي كان لاعب افريقي وجبناه عندنا. فقلنا لا الفرقه تفضل ايه زي ما هي. لان دول قيمه كبيره. فعلا في نفس السنه صعدنا احنا وبتروجيت رغم ان كان الوضع اصعب. لان في التصفيات لعبنا دوره سداسيه كان فيها بتروجيت واحنا والقناه والرباط والانوار سكه حديد والشمس، يعني منافسه على مساحه اكبر فبالتالي كانت اصعب. فكانت صعبه جدا وكانت السكه حديد تعتبر في الفتره دي كان عندها مجموعه من احسن اللاعبين في مصر برضه. والشمس نفس الحكايه كانت بقياده الكابتن احمد عبد الحليم. تمام. وكان بتروجيت بقياده الكابتن مختار مختار. ومن التاريخ ده صعدنا احنا وبتروجيت. بتروجيت ما نزلش. بتروجيت ما زال لحد الان من 2005 2006 لحد دلوقتي 2018 وطبعا ربنا يوفقهم ويستمروا على طول بتروجيت. فطبعا بعد كده الحيثيات دي كلها او المقومات دي كلها ما بقتش متوفره على طول، لذلك جينا في 2011 دي حصل خلل اداري ما صعدناش. في السنه بتاعت 2016 ضربه الجزاء بالظبط في السنه بتاعت 2017 طبعا يعني حصل برضو انك انت اهملت في المباراه الاول اللي قبل الاخيره في ملعبنا كانت مع نجوم المستقبل. فشيء طبيعي اكسب نجوم المستقبل في ملعبي ما يهمنيش الماتش اللي بعد كده بتاع جمهوريه شبين. جينا برضو لعبنا ماتش جمهوريه شبين يعني طيب هل نلخص الاخفاق المتتالي بالنسبه لفريق الترسانه في الصعود للدوري الممتاز في ان هو تخاذل اداري ولا لا. ممكن يكون تخاذل اداري مع اللاعبين لان في مقوله خطيره جدا يعني سمعناها الموسم اللي فات واللي قبله عن لاعبي الترسانه والله اعلم يعني طبعا بالنوايا لكن يقال دايما ان لاعبي نادي الترسانه عارفين ان في حاله صعود الفريق للدوري الممتاز كلهم هيمشوا هيجيبوا لاعبين طليق ان هي تلعب في الدوري الممتاز فبالتالي كان ممكن بيتخاذلوا في المحطات الاخيره للصعود للدوري الممتاز. لا ده كلام يعني مرفوض شكلا وموضوعا. تمام. لان انا النهارده عايز اللعيب هخليه سواء انا في الممتاز او في الممتاز به هخليه مش عايزه همشيه. ما انا لسه حكيت لحضرتك قلت لك ايه في 2005 ما احنا نزلنا وكان احمد سالم عايز يمشي محمود ابو الدهب كان عايز يمشي اكتر من لاعب كان عايز يمشي اول حاجه قلت له اللعيبه دي تقعد لدرجه حتى
فيهم قالوا يا كابتن انت لو اتاخرت علينا 24 ساعه ده كانوا كنا ماشيين كانوا موافقين. فطبعا هي القصه كلها اداريه، انك تعرف ازاي تجمع المنظومه مع بعضها ويبقى في قناعه وفي اراده عند الجميع. اراده حضرتك شايف ان ما كانش في اراده عند الجميع في النادي مثلا؟ ليه؟ ما دام بيحصل مره خلل اداري ومره خلل فني، اذا المنظومه مش ملتحمه مع بعضها. تمام. وبالتالي اي سبب من دول ممكن ايه يبعدك. طيب. يعني انت النهارده مثلا في ساعه ضربه الجزاء حارس المرمى شيء طبيعي، ويمكن ده حصل في مباراه للنادي الاهلي قريبه اللي فيها اللي جاب فيها كان كسبان 2-0 وجت ضربه الجزاء لمروان المباراه الاخيره في الدوري الممتاز. المباراه اللي قبل الاخيره فحبوا ايه كانت مباراه طلائع الجيش على ما اعتقد عايزين يخرجوه من الايه من الحاله اللي هو فيها الحظ اللي كان ماشي فيها فدخل يشوط الكره الايه البينالتي عشان يبقى جايب ثلاث اهداف هاتريك ضيعها. وارد بس ما دام مش هو اللي بيشوط ما خليش هو يشوط. بالظبط. ايه المشكله؟ لو جيت في ازمه هيخش يشوط؟ لا مش هيخش يشوط. صح. فنفس القصه حارس المرمى رغم انه ده من احسن حراس المرمى اللي موجودين في مصر. بالظبط. مصطفى هو التصدي، هو كان قبليها صادت ضربه الجزاء واحنا اللي هنشوط دي، فلو جابها جون يبقى الترسانه صعدت بايده وبرجله. للاسف الشديد يعني اخفق في ضربه الجزاء وهم جابوا ضربه جزاء وصعدوا بيها. فاذا احيانا بيحصل خلل. انا النهارده ضربات الجزاء مسؤوليه الجهاز. حسين نمره واحد، حسن نمره اثنين، وهكذا طبقا للكفاءات وللحاله النفسيه للاعب الجيده للاعب. فهنا احيانا بيبقى اخفاق اداري او اخفاق فني. فطبعا يعني طبعا عشان نغلق ملف الترسانه سريعا، ايه النصائح اللي حضرتك توجهها لفريق الترسانه ان هو المفروض ان هو يعملها خلال الفتره الجايه عشان يصعد الدوري الممتاز، وخصوصا ان احنا شفنا فريق جيد لفريق الترسانه بالتحديد في مواجهه النادي الاهلي في بطوله كاس مصر، مباراه انتهت 3-2 وكانت مباراه صعبه جدا. ايه النصائح من حضرتك سريعا عشان نقفل ملف النادي الاهلي؟ احنا يهمنا طبعا احنا هنبتدي الدور الثاني يوم الخميس اللي جاي. احنا في فرق بيننا وبين الاول، احنا الهدف المفروض الهدف يبقى الاول ولا الثاني زي الاخير. فرق بينه وبين الاول نقطه، ولكن الاول اللي هو سيراميكا له مباراه مؤجله، فاذا وفق فيها وكسب هيبقى يعتبر الفارق 4 نقط. احنا المفروض بنبتدي الدور الثاني واحنا في تفكيرنا ان احنا في فرق 4 نقط. ازاي نعوض ال4 نقط دول؟ نمره 2 الكل يبقى على فكر واحد. تمام. وهدف واحد. وهدف واحد. ان احنا مش عايزين نفرط في ولا نقطة. ولا نقطة. ما اجيش اقول ايه؟ ان انا ما فيش مشكلة، انا مش عارف بلعب بره فاتغلبت فالمرة الجاية ابقى اعوض، لان الدور الثاني ما فيهوش كده تعويض. فاحنا نمرة واحد الأول مع الكابتن أحمد كشري، الحاج طارق بصفته مشرف. فمن مجلس الإدارة كرئيس للنادي طبعاً. على كرة القدم بيقعد مع الكابتن أحمد كشري والجهاز ويتناقشوا مناقشة موضوعية ومفيدة ومقنعة. ما هي الاحتياجات اللي هو عايزها عشان يقدر يحقق الهدف الأساسي؟ عشان يقدر يحقق. أنا جايز أكون بحكم أني بشوفه واتفرج يمكن أكون عارف لكن مش من حقي أقول، لأن أنا ماليش صفة معينة. فده الأول صفتي بس ان انا ابن الترسانه. نجم كبير من نجوم الترسانه اكيد يعني كلامك. لكن طبيعي احنا عمرنا ما هنتاخر عن النادي في اي مشوره طبعا. لكن هم اهل المهمه يقعدوا ويحددوا مسارهم في اللاعبين، يحددوا فكرهم، حتى ولو اضطر الامر دلوقتي انك تغير اللائحه تاني عشان خاطر تدي دافع وتزود الدوافع عند اللاعبين. ففي اجراءات كتير قوي لازم تتعمل في الدور الثاني، منها نمره واحد هناك اتفاق بين الجهاز وبين المسؤولين جوه النادي واللاعبين ان احنا بامر الله مش هنفرط في ولا نقطه لا بره بالظبط ولا جوه. اكيد احنا نتمنى ده هيكون عامل مساعد كبير قوي في ان انا اقدر احقق
الهدف بتاعه، وخصوصا ان والله يعني الواحد بيبقى سعيد جدا اما بيشوف حتى رغم عددهم جماهير ترسانوية أصيلة. بالزبط بالزبط. فيهم ناس كبار وفيهم ناس صغيرين بيتواجدوا في كل مباراة سواء داخل النادي أو خارج النادي. النادي. فإذا أنت عندك هنا المؤشر اللي بيقولك أن النادي ده قيمة وتاريخ وشعبية، نادي فعلى الكل أنه هو يلتف حوالين هدف واحد. بالظبط. نادي ترسانة نادي كبير جدا، واكيد نتمنى له كل التوفيق خلال المرحله المقبله عشان يرجع الدوري الممتاز مره ثانيه، وهو خصوصا ان هو فريق من الفرق التاريخيه في بطوله الدوري المصري او في البطولات المحليه بشكل عام، فان شاء الله نتمنى كل التوفيق لنادي الترسانه. لكن دايما العلاقات ما بين الاهلي والترسانه علاقات مميزه جدا عبر التاريخ يا كابتن شاكر. والله يعني احنا طول عمرنا علاقتنا بتيجي نمره واحد تبقى نابعه من الاول من علاقه اللعيبه ببعضها. تمام. يعني لعيبه الترسانه مع كل الفرق على قدم المساواة، وخاصة اللاعبين الدوليين في المنتخبات في المعسكرات. العلاقة بتبقى وطيدة بيننا وبين الأندية الأخرى. يمكن نادي الترسانة بالذات مع النادي الأهلي، لأن في فترات كتير وده طبعا برضو كان شرف وفخر للجميع أن النادي الأهلي القيمة والقامة التاريخية والفنية من بطولات من أسماء كان بيستخدم أو بيستعين بلاعبة الترسانة في بعض المباريات الدولية الودية. أذكر طبعا على سبيل المثال ماتش بنفيكا والنادي الأهلي في الستينات. استعان النادي الأهلي بالمرحوم الكابتن بدوي عبد الفتاح وسجل هدف في هذه المباراة وأصيب في المباراة برضو. في سنة 75 كان ليا الشرف مع مزاملة الكابتن المرحوم حسن الشاذلي في طلب النادي الأهلي بأن احنا معاهم ونشارك ونتشرف باللعب مع النادي الأهلي في مباراة ضد ليجيا وارسو البولندي طبعاً. وفي الفترة دي كان منتخب بولندا يمكن كان كله من هذا الفريق، يعني أذكر الأسماء الكبيرة اللي هي ما زالت في التاريخ. طبعا كان عندهم دي الصورة، دي الصورة الخاصة بمباراة الأهلي وليجيا وارسو البولندي في مباراة ودية، وكان ليجيا وارسو 75 كان بطل أوروبا في هذا التوقيت ليجيا وارسو دوت. كمان كان منتخب بولندا طالع ثالث العالم في بطولة كأس العالم 74 اللي كانت في المانيا. طبعا بولندا. نقدر نقول التشكيله او الصوره اللي معانا دي، يعني كابتن اكرامي اعتقد الحارس، كابتن اكرامي، كابتن محسن صالح، كابتن محسن صالح تمام، الكابتن الدكتور سمير حسن، كابتن طاهر الشيخ تمام، كابتن المرحوم الكابتن حسن الشاذلي طبعا نجم الترسانة، المرحوم الكابتن الدكتور مدحت مصطفى كان لاعب النادي الاهلي ولاعب المقاولين العرب، كابتن مصطفى يونس، كابتن مصطفى يونس الجالسين من الشمال، كابتن حسن حمدي طبعا، حسن حمدي، كابتن احمد عبد الباقي، شاكر عبد الفتاح، كابتن ابراهيم عبد الصمد. اسماء كبيره قوي بصراحه. فطبعا كابتن. يعني بحكم العلاقه اللي بيننا برضو احنا لعبنا مع النادي الاهلي المباراه ديت، كان ساعتها منتخب بولندا في اسماء رنانه كان كلهم من ليجيا وارسو، كان داينا ده كان في نص الملعب، ده لعب في برشلونه وتوفى الله يرحمه في حادثه، كان لاتو، وطبعا الشكل بتاع لاتو ده الناس ما تتساهوش، اصلع هو كان خالص بدون شعر، وكان زرماخ وزرماش ولاتو انتهت كام المباراه؟ ولاكيتوش نعم المباراه انتهت كام؟ المباراه دي انتهت 1-0 لصالح ليجيا وارسو. بس كانت مباراه زي ما انت شايف الملعب مقفول ما كانش طبعاً فيه طبعاً. سنتي. وكانت مباراه الحقيقه يعني ممتازه جدا، يعني تشرفنا فيها باللعب مع النادي الاهلي. فمن هنا دايما بتيجي العلاقات دون النظر لأي شيء. أكيد. وطبعا يعني العلاقات في المنتخب في المعسكرات العلاقات ما بينعكس على العلاقات ما بين الإدارات الأندية، العلاقات مع الإدارات طبعا. في أنك أنت كمان كتير قوي أو معظم اللاعبين من الترسانة انتقلوا للنادي الأهلي، وفي بعض اللاعبين راحوا من الأهلي الترسانة كمان، وفي لعيبة من النادي الأهلي جت الترسانة. يعني أذكر طبعا من التاريخ البعيد شويه الله يرحمه الكابتن عبد الجليل حارس النادي الاهلي ومن اعظم حراس المرمى في تاريخ مصر، كان في الترسانه قبل ما يروح النادي الاهلي، وفي فتره ما كان الكابتن احمد ناجي اللي هو مدرب حراس المرمى انتقل من النادي الاهلي للترسانه. برضو راح محمد رمضان، علي ماهر،
ابو تريكه، حسين شكري، محمود سمير، راحوا لعبوا في النادي الاهلي. جالنا من النادي الاهلي برضو الله يرحمه الكابتن كردي، لعب في النادي الترسانه عندنا، عادل محمود، مصطفى الكيلاني الله يرحمه. يعني معظم بتحصل تبادل دايما بيننا وبين النادي الاهلي، ده ناتج اكيد عن العلاقات القويه ما بين الاهلي والترسانه، واكيد هي علاقات قويه ابديه ما بين فرقتين كبار جدا في تاريخ الكره المصريه سواء الاهلي او الترسانه. لكن خلينا نروح كابتن شاكر لملف اخر، وبالتحديد نتكلم عن بطوله الدوري هذا الموسم، كيف ترى البطوله حتى الان من الناحيه الفنيه؟ هو طبعا يعني كل ما البطوله بتبقى منتظمه فبتقدر تدي تقييم مناسب، صح. كل ما البطوله بتتوقف فترات كتير بتخليك تلجأ للأسف إنك تشوف بطولات تانية أو تتفرج على بطولات تانية، وتوقف البطولة فترات بتقلل من أو بتخفض من مستوى الفريق بصفة عامة واللاعبين بصفة خاصة. وإن كانت السنة دي كل ما تكون منتظمة البطولة بتحس بالمنافسة، لكن بتيجي النادي الاهلي بيشترك في افريقيا وكان في البطوله العربيه، فبيحصل ليه تاجيلات كتير، فبتحس تلاقي مش عارف فرقه ايه بقت هي اللي ماشيه لانها بتلعب ماتشاتها بانتظام، فرقه تانية تبقى ماشيه بتنافسها الباقي، عبال ما بيجي النادي الاهلي يخش او يجي الاسماعيلي يخش بعد توقف كبير. يعني الاسماعيلي تقريبا افتكر ان بقى له الوقت 37 يوم ما بيلعبش، داخل في 40 يوم ما بيلعبش، 37 يوم ما بيلعبش، برضو دي سلبيه على نادي الاسماعيلي وسلبيه على الايه المسابقه طبعا نفسها. نفس القصه النادي الاهلي قابلته ظروف، ابتدى يلعب المؤجلات، المؤجلات يعني صعب جدا، مفيش لعيب في العالم يقدر يلعب كل اربع ايام ولا كل خمس ايام ماتش، ده كل ثلاث اربع ايام منتظمه، لا ده تيجي مره لظرف ما وبتبقى في الجدول، مش حاجه زي ما ايه بنشوف في اوروبا، ترى زي ما بنشوف في اوروبا. انا اعتقد ان طبعا كل ما تكون المنافسه من اكتر من فرقه كل ما دي بتثري البطوله نفسها في بين الانديه وبعضها، لان التنافس بيبقى كبير. فلما بيكون اربع خمس فرق بيتنافسوا فبتلاقي اربع خمس فرق هم اطراف في مباريات، يعني خمس مباريات هتلاقي اطرافهم منافسين، وبالتالي هتلاقي اطرافهم برضو بالظبط فيهم اللي خايف من الهبوط او اللي عايز يبقى في منطقه امنه، فده هيدي متعه طبعا، فده بيدي متعه وبالتالي متعه وبيدي يعني شكل قوي للمسابقه. اعتقد في الدور الثاني بعد الانتظام في المسابقه النادي الاهلي لعبته المصابه، الجدول يبتدي ينتظم معاه، الزمالك نفس القصه، الاسماعيلي يخرج من الازمه بتاع برضه التاجيلات والكلام ده كله، مهم جدا الاسماعيلي ان شاء الله يخرج من الازمه دي، النادي كبير جدا وهيكون اضافه للمنافسه مع فرقه زي بيراميدز، مشكله جديد، فرقه قويه فيها امكانيات وافراد قويه. فدول ثلاث اربع فرق اللي خش معاهم طبعا المقاولين العرب بيقدم عروض قويه، في فرق طبعا بدات كويسه وبدات تنخفض دلوقتي. طبعا دوت راجع لعوامل كتير خاصه عندهم وللتوقفات وللامور دي كلها، لكن المسابقه كل ما بتنتظم بتقدر تصدر احكام على شكل المسابقه من ناحيه الجوده او الضعف. فكل لكن الشيء اليقيني ان كل ما المنافسين بيبقوا عددهم اكبر وبالتالي بتلاقي اطراف الايه المباريات طيب كلها يعني حتى الان يعني نقدر نقول المنافسين على بطوله الدوري زمالك ماشي بشكل جيد جدا وفريق محترم ونادي كبير وبيتصدر بطوله الدوري بالظبط، وكمان فريق بيراميدز عنده امكانيات كبيره جدا وتاهله للمنافسه بشكل قوي على بطوله الدوري. ان شاء الله النادي الاهلي كمان يعود للمنافسه بعد ما يخلص المباريات المؤجله. شايف شكل المنافسه ما بين ثلاثي دول بالتحديد ازاي السنه دي؟ لا هو طبيعي، هو النادي الاهلي ابتدى واخد الخط بتاع العوده بالظبط، هو مش ايه، هو طبعا شكلا كان في الجدول في المؤخره لان عنده عدد مباريات لكن كتير، لكن بعد ما لعب ثلاث مباريات حصل أكتر فيهم على التسع نقط، اربع مباريات بال 12 نقطه، فطبعا دي ادت له دفعه كبيره قوي، ده ودته
لمنطقة المقدمة. طبيعي لما هيلعب مبارياته مع عودة لاعبينه اعتقد انه هيكون طبعا في صلب المنافسة، وممكن يكون متساوي كمان في عدد النقط او يتجاوز فرق في عدد النقط. لذلك هيكون هو فعلا الثلاثي دوت هو ثلاثي المقدمة والمنافسة. اذا وده اللي احنا عايزينه، احنا نتمنى ان عدد يكون كبير. ان الـ الـ ما تقوليش ان الاسماعيلي دلوقتي ده بقى متاخر قوي فخلاص انسى السنه دي. لا طبعا، مفيش حاجه. ما دام عندك في المسابقه مباريات تدي لك الحصول على نقط تساوي بيها المنافسين، يبقى انت لسه موجود. يبقى انا لسه موجود. مسابقه ما خلصتش. عندي المقاولين العرب. بالتحديد انا عايز اتكلم عن المقاولين العرب وتجربه كابتن عماد النحاس في بطوله الدوري السنه دي. الراجل فور تولي المسؤوليه، اعتقد لعب 6-7 مباريات، فاز في جميع المباريات وتعادل مباراه واحده بس. هو لعب تقريبا خمسه، ده كسب اربعه وتعادل لا واحد. لعب اكتر، لعب حوالي 6 مباريات وكسب 5 تعادل مباراه واحده. ايا كان، هو دلوقتي بيحصل على انجاز كبير جدا. انجاز كبير وحاجه وبعدين فريده من نوعها. عنده استقرار اداري. عنده استقرار فني، لاعبين موجوده معاه، عنده لعيبه صغار السن، عنده مواهب كتير بالظبط. فممكن يكون منافس قوي او خصم شرس في الملعب بالظبط. يعني مش حقيقه هو قدر يفوز على النادي الاهلي يعني. الاسماعيلي لو شال من دماغه ان النقط او خسر او هو في منطقه متاخره ويحسب حسابه، لا انا اقدر ارجع. فيبقى انا عندي هنا بقى اكتر من منافس. اتحاد اسكندريه ماشي بشكل جيد، يعتبر ماشي بشكل جيد، بس للاسف هو احيانا بيتاخر واحيانا بيتقدم بالتحديد في الدوري. لكن هو في بطوله الكاس وبطوله كاس زايد كمان، كاس مصر وكاس زايد، ماشي بشكل جيد جدا وصعد لادوار يعني بعيده في البطوله. اكيد. لذلك احنا بنقول ايه برضو، نرجع لكلمه ايه، الرغبه والاراده. بالظبط. انا عندي ثقه في نفسي، نفس الوقت يا كابتن ثقه في لاعبتي. فريق زي الاتحاد السكندري مش متعود ان هو يدخل منافسات كبيره لفترات كبيره، مع احترامنا طبعا فريق كبير جدا وليه قاعده جماهيريه كبيره ومحترمه جدا من الفرق المحببه يعني كل جماهير مصريه، لكن في نفس الوقت لاول مره بيشاركوا في بطوله عربيه وفيها منافسات قويه جدا، وقدروا ان هم يفوزوا على نادي الزمالك ويصعدوا لدور الثمانيه في البطوله العربيه. هم ممكن ما يكونوش متعودين على حجم المنافسه ده او حجم المنافسه دي، وده ممكن يكون اثر عليهم في بطوله الدوري. للاسف الشديد ما زلنا لحد الان ما عندناش ثقافة الاشتراك في بطولتين. ده أكتر كمان بطولتين. ده بقول ده احنا هنخليهم بطولتين، ما عندناش ثقافة الاشتراك في بطولتين. فيهم واحدة بتجني على الأخرى. يا سواء محلياً يا سواء على المستوى العربي أو القاري اللي أنت بتلعب فيه. فما بالك في فرق بتلعب في ثلاث بطولات. النادي الأهلي بيلعب في البطولة العربية كان، والأفريقية، والبطولة المحلية. طبعا مفيش في الدنيا الكلام ده كله. انا من رايي ان اتحاد الكوره هنا عندنا في مصر يكون حازم وصارم ان مفيش نادي هيشترك في اكتر من بطولتين. عندك عربيه وعندك افريقيه، اختار لك واحده من الاثنين وخلي نادي تاني يشترك بالظبط، عشان اعرف كمان انظم البطوله الدوري بتاعتي المسابقه بتاعتي المحليه. صح. يعني مش معقول النهارده العب ويجي النادي الاهلي مش عارف فاضل له 8 ولا 9 ماتشات مؤجلين، طب هيلعبوا امتى؟ الاسماعيلي بيشترك في افريقيا وفي العربيه وفي المحليه، وبعدين يخش في مشكله خلاص لجنه المسابقات مديه 5 ايام ما بين المباراه بالزبط اللي بتشترك فيها بره وما بين المباراه المحليه، تيجي مثلا عندك مش عارف التذاكر، عندك الطيران، طب هتعمل ايه لجنه المسابقات؟ فلذلك انا من الاول، وده كان يمكن اتعمل قبل كده، ان اللي يشترك يشترك، اللي عايز يشترك يشترك في البطولتين، ومش كل الانديه تقدر تشترك في البطولتين. فدي زي ما تفضلت، اتحاد اسكندريه جايه على حساب، يعني هو كسب الزمالك وكسب الترجي، كسب انديه قويه. وجيت غلب في الايه؟ في البطوله المحليه. بالظبط. او تعادل. اتغلب اخر مباراه من المقاولين 2-1. فطبعا اتحاد اسكندريه كنادي كبير في اسكندريه، والان للاسف الشديد بمفرده برضه، وزي ما بنتكلم على الترسانه بنتكلم على الاولمبي بالظبط. فين النادي الاولمبي؟ فين المحله؟ فين المنصوره؟ ما هي دي انديه كلها كان ليها باع طويل شعبيه وجماهيريه في الدوري، يعني بتضفي متعه لبطوله الدوري في حاله. فنتمنى ان النادي الاولمبي يرجع
نتمنى ان المنصوره يرجع، نتمنى ان المحله يرجع، البلديه المحله يرجع. ما دي انديه، بلديه المحله لعبت افريقيا، بلديه المحله ساعه ما لعبت افريقيا لعبت نهائي الكاس مع النادي الاهلي بالظبط، واتغلبت 1-0 بالظبط. فدي كلها انديه كانت ممكن تسري المسابقه بشكل كبير جدا لو في تركيز في اتجاه معين او في اتجاه واحد، ما بقاش بفكر شمال وبفكر يمين، ولا انا طولت دي ولا انا طولت دي. طيب عايز اتكلم عن ازمه التحكيم السنه دي، تحديد المباراه الاخيره لفريق النجوم مع طلائع الجيش في كوارث تحكيميه للاسف، للاسف الشديد يعني، وادت لبعض الغضب عند مسؤولي النجوم، ومش بس للاسف المباراه دي، في اكتر من مباراه السنه دي يعني كان فيهم جدل تحكيمي كبير جدا جدا جدا. رايك ايه في مستوى التحكيم السنه دي؟ هو طبعا يعني التحكيم للاسف، هو في ناس طبعا كحكام كانوا كويسين وعلى درجه عاليه جدا من الاداء، فيهم بطلوا او اعتزلوا، منهم زي كابتن عصام عبد الفتاح، منهم زي كابتن فهيم عمر، منهم زي محمد فاروق طبعا. دي كلها كانت حكام على مستوى، برضو عشان توصل لحكام بنفس الدرجه وبنفس الخبره ممكن بتاخد معاك وقت. فما في حكام بتلعب الاخطاء وارده في التحكيم، بس لما تكون الاخطاء متكرره يا كابتن شاكر من حكم معين، انا مش عايز اقول اسماء، بس في حكام معينين اخطائهم متكرره وتبقى اخطاء كارثيه في الحقيقه، ده بيكون ناتج عن ايه طيب؟ او حله ايه؟ هو للاسف الشديد احيانا الحكم بيخطا فبيجي يحاول، ودي كارثه في التحكيم، دي مرفوضه شكلا وموضوعا، يعوض الخطا بتاعه، يعوض الخطا بخطا ثاني. فبدل ما ارتكبت خطا واحد ارتكبت اثنين، زي لعيب الكوره بالظبط، بعمل لحضرتك تمريره او باص وانت مش في المكان اللي اقدر اعمل لك فيه الباص، فاخفقت في التمرير، اصر واعاند في ان انا لازم العب لك برضه نفس الباص تاني، فالعب غلط. فهي بتبقى عمليه نفسيه طبعا مرفوضه شكلا وموضوعا. يمكن حتى بنقول للاعيب دايما اما تغلط لك مره واثنين وثلاثه ابعد شويه انت عن الايه، عن اللعب، مش اخرج يعني من الملعب، ابعد يعني بمعنى ايه، اهدى شويه في الملعب كده، اهدى شويه في الملعب، ما تستلمش الكوره كتير، استلم في المكان السهل عليك بالزبط. عشان تعمل تمرير سليم عشان تقدر تستعيد الثقه مره اخرى. نفس القصه عند الحكم، بس الحكم هنا بقى كمان ايه، ده في منصب القضاء، بس القضاء نهون، القضاء الاسرع من الفيمتو ثانيه زي ما بيقولوا، لانه بياخد قراره في ثانيه واحده. انت من الاساس نمره واحد بتنزل مالكش علاقه باسماء انديه، كل اللي تعرفه لون ازرق قدام لون ابيض، الابيض غلط بيعاقب، تمام، الازرق احسن بديله حقه، وهكذا. اذا الحكم نازل دي العقيده بتاعته هتقل اخطاء بالزبط. لان طبعا في التحكيم في كره القدم بيقال ايه، افضل الحكام اقلهم اخطاء، يعني مفيش حكم بلا اخطاء، لا أخطاء. طبيعي طبيعي، بشر، حكم بشر، كلنا كبشر يعني من صفاتنا ان احنا خطائين بالظبط بالظبط، بس اما اغلط ما تمداش في الغلط بالظبط. الحكم تتمادى في الغلط يعني ايه؟ يعني تيجي تصلح غلط بغلط، او تيجي في مباراه ثانيه عايز تصلح الصوره بتاعتك عن المباراه اللي قبليها، تغلط نفس الغلط، زي ما تقول ان الغلط بالظبط متكرر. طبعا دي للاسف الشديد سمه مرفوضه شكل مضر، ولكن الحقيقه في حكام برضو كويسين موجودين بشكل جيد، في حكام صاعدين الحقيقه، حكام كتير كويسين صاعدين، بس طبعا الخوف بقى من اعتراضات الانديه وحساب النقطه والنقطتين، بتضطر لجنه الحكام انها تدي عدد محدود من الحكام في المباريات الصعبه، بالاضافه للاسف في مباريات غريبه قوي، مره يجيب خمس حكام اللي هو حكم الساحه بالظبط، واثنين حكام ورا المرمى، واثنين مساعدين، والحكم السادس اللي بره، ومباريات ثانيه ما فيهاش دول. دي بتبقى من اسباب اخطاء الحكام. انا النهارده بلعب كحكم خلاص نازل العب، والنهارده بيلعب في حكم خامس اللي هو ورا الجول ده وورا
الجول ده ساعات بيبقى من غير جدوى بصراحه الحكم الخيال أيوه شفنا تجارب كتيره. فجيت في المباراه دي بعتمد عليهم فحركتي بتبقى اقل فعلا، وخصوصا فعلا في دخول منطقه فعلا الجزاء فعلا بعتمد عليهم. اجي في ماتش تاني مش مديني دول وانا خلاص بقى اقلمت عندي نفسي في العقل الباطن بتاعي ان انا معايا اتنين، فلا شعوريا حركتي بتبقى هي هي فممكن اغلط، فدي ممكن تكون من اسباب الاخطاء. يا هنحكم بخمس حكام يا هم زي ما احنا ماشيين بالثلاثه اللي جوه والحكم، يبقى في ثبات يعني في عدد الحكام في الملعب في التفكير وفي التعيين. تمام. طيب ده بالنسبه للحكام، واكيد نتمنى كل التوفيق للحكام المصريين في بطوله الدوري، خصوصا ان هم احد العناصر الاساسيه في المباريات، واكيد مستواهم لما بيكون عالي بنشوف مباريات اكثر من رائعه. بشكل عام اكيد نتمنى نشوف مباريات كتير في الدوري المصري تكون جيده وممتعه من الناحيه الفنيه بالتحديد. طيب عايز اروح على جزئيه اخرى وهي خاصه بكابتن شاكر عبد الفتاح وتجربه نادي العين الاماراتي، واكيد كانت تجربه اكثر من رائعه، عايزين نتكلم عنها باستفاضه من وجهه نظر حضرتك. والله طبعا يعني انا نادي العين اشتغلت فيه من سنه 94 95، ده كان اول موسم ليا. كنت في البدايه مسؤول عن قطاع الشباب وبصفه خاصه اللي هم اللاعبين اللي يلوا اللي هم قبل الفيرست تيم على طول الاول. منهم كانت في فرقه اللي هم بيسموها هناك الفريق الاولمبي بالظبط، اللي هم كانوا 21 سنه و22 سنه، كان الفرق دي مشكله وفريق 19 سنه. تمام. يمكن في السنه دي كانت اول بدايه لنادي العين انه يفكر في قصه الايه؟ الاحتراف. البطولات. لا الاحتراف كان عندهم من زمان. الاحتراف عندهم بدا بعد 2000. بعد 2000؟ لكن هو كانت اللعيبه الاول لعيبه مواطنين او محليين. تمام. بدا اللعيبه الاجانب عندهم سنه 98 99 بالظبط، اخر التسعينات دي بدايه الدخول اللعيبه المحترفين الاجانب بالظبط، لكن الاحتراف الشامل عندهم في الالفينات فطبعا يعني انا لما بصيت رحت نادي له قيمه وقامه كبيره قوي طبعا بمسؤولينه طبعاً. الرئيس الفخري لنادي العين كان الشيخ خليفه، كان ولي العهد اياميه، هو رئيس دوله الامارات حاليا ربنا يديله الصحه وطولة العمر يا رب. كان مكون مجلس زي مجلس تنفيذي اللي هم يعتبروا زي مجلس حكماء دول ما لهمش دعوه بالنادي. المجلس ده كان برئاسه الشيخ محمد بن زايد، الشيخ هزاع بن زايد، عبد الله بن زايد، حمدان بن زايد، يعني اولاد زايد كلهم مع مجموعه كبيره من الشيوخ. الشيخ حمدان بن مبارك كان رئيس النادي في الفتره ديت، الشيخ عبد الله كان نائب الرئيس. فده المجلس ده بيحط دعم كامل للفريق، التخطيط الكبير، وبعدين يختار مجلس اداره يدير النادي وينفذ الايه؟ الفكر. وده ادى اعتقد ان انتوا قدرتوا تفوزوا ببعض البطولات، او حضرتك بتحديد قدرت ان انت تفوز معاهم ببطوله السوبر في 95 وبطوله الدوري في 97 98. اما ابتديت مع قطاع الشباب دوت اتفقنا زي ما كنت بقول لحضرتك لازم المنظومه كلها يكون عندها ايه؟ اتفاق على هدف بالظبط، على نقطه واحده بالظبط، احنا لازم نلعب على الايه؟ البطوله. ودي كانت اول مره يحصل فيها شباب العين على البطولات اللي هي خدنا بطولة الشباب وخدنا بطولة الفريق الأولمبي ده، خدنا ثلاث بطولات في السنة دي. مسكت برضو بعديها في نفس الموسم الفريق الأول، كنا بنلعب دوري السوبر مش بطولة السوبر. تمام. دوري السوبر كان هناك بياخد الستة الأوائل بعد نهاية الدوري بالظبط، ويلعب دوري من 10 مباريات. الحمد لله لعبنا العشر مباريات دولت، خدنا دوري السوبر دوت، ما تغلبناش ولا مباراة. استمريت طبعا بعد كده تاني في القطاع السنة اللي بعديها، خدنا برضو البطولة، ودي يمكن كانت نواة خلت اللعيبة اللي هي كانت صغيرة دي نشأت على البطولات، وده اللي بينعكس على نادي العين دلوقتي، وده اللي بينعكس على الفريق الأول. كان أبرز اللاعبين مين الموجودين في الفترة دي؟ الفترة دي كان في ابرز اللعيبة اللي كانوا موجودين عندنا ولعبوا دولي كان غريب حارب، كان عبد الله علي، كان فهد
علي. كان طبعا معايا كابتن الفرقه ساعتها حمدون. كان في سالم جوهر. كان في فهد الله يرحمه فهد النويس. كان في ماجد العويس. تمام. كان من هدافين الامارات. سيف سلطان. صالح جمعه. صالح جمعه بتاعهم مش بتاعنا. مجموعه كبيره جدا. معظمهم كانوا دوليين ومعظمهم كانوا صغيرين وبقوا دوليين. استعنت بيهم في الفريق الاول. وطبعا لاعب خد على البطولات, وهذا النادي هو قيمته انه بيلعب على البطولات بمسؤولينه بحجمه كنادي بجماهيره. بالزبط. حقيقه انا بعتز بجماهير العين بشكل كبير جدا, ان بيحبوا النادي حب يتشابه مع النادي الاهلي في حبهم وفي تواجدهم باستمرار. قعدت الفتره ديت خدنا البطولات دي. طبعا كان يسبقني في النادي الحقيقه طبعا, وده الحق يقال, كابتن يسري عبد الغني اللي هو كان مدرب نادي المقاولين العرب وحصل على كاس مصر. هو اللي اشتغل 3 4 سنين قبل انا ما اجي اشتغل, وهو اللي اداني الفكره عن اللعيبه وعن النادي ووضعهم ايه. وكان هو سبب في وجودي لما كانوا عايزين ما كان هيمشي. فقال لهم انا برشح لكم فلان. طبعا ربنا يديله الصحه ويطمننا عليه دايما يا رب. بعديها بعد 3 مواسم جيت في الموسم الثالث, كانت حصل دروب كده في النادي هناك. وانا ده شيء وارد يعني. وبعدين انا مشيت. بقيت بره النادي حوالي شهرين او 3, بس كنت رحت نادي الوحده. تمام. شاء ربنا سبحانه وتعالى ان انا يعني مش هستمر مع نادي الوحده, فقدمت استقالتي. كان الدروب ده موجود في نادي العين. كلموني تاني الاستاذ خليفه ناصر السويدي, كان ده رئيس مجلس الاداره. كلم الشيوخ ان احنا عايزين نجيب فلان نرجعه تاني. قالوا له انتوا مجلس الاداره صرف. طيب يعني بحكم خبرتك. كلمني بقى ساعتها وجيت واتفقت معاه. خدنا ساعتها حتى واحنا بنكتب العقد, فبقول بيقول لي عايز ايه نقول ايه بتاع الكلام ده كله. فقلت له والله لو خدنا الدوري هاخد كذا كذا كذا. كان العين في حاله يعني صعبه جدا. فضحك. فرد عليا وقال لي طب والله كمان اللي انت بتقوله ده قدام النادي انا اديك زيه من جيبي الخاص. تمام. وحصل وخدت الدوري. وحصل وخدنا الدوري ساعتها 98. تمام. 97 98. وطبعا كان ليا الشرف ان اخر مباراه كان بيقود نادي الجزيره فيها الكابتن الكبير والمدرب الكبير استاذنا كلنا الكابتن طه اسماعيل. اخيرا عايز اخد تقييم حضرتك لتجربه نادي العين في بطوله كاس العالم للانديه الاخيره والانجاز الكبير اللي حققوه في هذه البطوله وحصولهم على المركز الثاني, يعني وانجاز كبير يعني ليهم بالتحديد. هو طبعا زي ما بقول لحضرتك بقت القاعده اللي بينطلق منها نادي العين على طول باستمرار هي الحصول على كل البطولات اللي بيخش فيها. تمام. زي ما بنقول على النادي الاهلي كده, زي ما بنقول على الزمالك كده. الهدف الرئيسي ان هم بينافسوا على اي بطوله, انه بينافسوا على اي بطوله. ويمكن سريعا مبسوط بالتجربه بتاعتهم في بطوله كاس العالم. طبعا انا يعني بفتخر. تفتخر. بان انا جزء من تاريخ هذا النادي. طبعا. وهذا النادي جزء من تاريخي. والحمد لله ان توج ببطولات في كل السنين الأربعة اللي أنا قضيتها مع نادي العين. وكان ليا الشرف في إن أنا بعد بطولة 98 في اجتماع مع لجنة الكورة ووجود الشيخ عبد الله بن زايد والشيخ هزاع بن زايد. كان قدامنا خيارين, يا يعني نشترك في بطولات أندية مجلس التعاون أو بطولة آسيا. فقلت لهم لا, نشترك في بطولة آسيا, هتعود عليكم كنادي العين من دلوقتي ومستقبلا بالفايدة الفنية. طيب. لأن ما أنت هتروح تلعب فرقة في الكويت كأنك بتلعب فرقة في الإمارات. بالزبط. في السعودية نفس القضية. لكن أما أخرج ألاعب آسيا هتساعدني في إن أنا بنطلق في تجربة كبيرة, وهتساعد البلد في المنتخبات. بالزبط. والحمد لله يعني الواحد بيبقى سعيد ليه. أكيد. لأن تقديراته ربنا سبحانه وتعالى كان موفق وختم فيها. اكيد يا كابتن شاكر, الحوار معاك ممتع واكيد هيكون لنا لقاءات عديده جدا خلال الفتره المقبله عشان نستفيد في الحديث بشكل اكبر. وتشرفت ونورتنا النهارده في الحلقه الاهليه. انا تحت امركم طبعا وتحت امر النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي, لان ده واجبنا تجاه اي قناه رياضيه فان احنا بنساهم بقدر ولو قليل في الامور
الكروية كلها، وشرفنا طبعا نورتنا. ان انا اكون معاكم ضيف خفيف تاني مرة تانية. نورتنا وشرفتنا كابتن شاكر عبد الفتاح نجم نجوم نادي الترسانة السابق ومدرب السابق لنادي الترسانة ونادي العين، ومسيرة تدريبية وكروية رائعة جدا للكابتن شاكر عبد الفتاح. دي كانت فقرتنا التانية من حلقة الأهلي الليلة النهاردة. استنونا وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. تصبحوا على ألف خير.